هاي إذا كنت أول مرة غادي تشوفوا لاشين يوتيوب ديالي معكم هويا. مرحبا بكم في لاشين يوتيوب. الناس اللي أول مرة غادي تشوفوا كيف ما قلت لكم القناة معكم هويا الشوفية صحفية مهم. وبزاف الحوايج تقدروا تعرفوا عليا فيهم من خلال لاشين يوتيوب. من نهار العيد ما تلاقينا، نهار العيد ما صورت لكم شي فيديو لحقاش. الا قلت لكم على انني دابا شحال هادي اليوم شي سيمانه دازت العيد ولا شحال ما عقلتش. المهم اول على سيمانه اتكون يمكن وقال 4 ايام لدابا مازال ما قديتش بروغرام ديال النعاس. لدابا كنعس بالنهار ونفيق بالليل، وتخيلوا اليوم مع البارح بقيت نعسه النهار كامل. سو اليوم فاش وليت تفقت ونعست نحس مع الوحده فقت مع الربعه، بقيت فايقه من الربعه دابا هذه السبعه. قلت اليوم غندير تحدي غنبقى النهار كامل وانا فايقه باش نقدر انني نعود راسي على الفياق بالنهار والنعاس بالليل. دونك النهار اليوم غادي ندير فيه بزاف ديال الاكتيفيتي، غنمشي نتهلا في راسي، غنمشي ندير حمام، غندير مساج، يا بخي غنمشيو نصوبو السنينات انصومبل. سو اكسايتد فور ذات. و هذا ما كان عجبني شعري لي زامي بوغ الناس اللي غيبغيو يعرفوا شنو غادي ندي معايا الحمام. كيف ما قلت لكم غادي نمشي لبريستيجي سونتر. ديجا كنتو شفتوني كنمشي ليه، السونتر عندهم حمام ماساج اللي بغيت تقدر تلقاو عندهم، غيدخل واحد العلب ياندو جوكو. انا جمعت جميع الحوايج جاولة هنايا. اي بيان سور ديت معايا لاكاب اللي كنستعمل للشعر، ديتها معايا حيت راكم عارفين ملي كنبدا شي حاجه خصني نكمل فيها. اوف كورس هنايا او بارفيوم بيان سور. صافي هادشي اللي ديت معايا لحقاش في الحمام اللي غنمشي ليه كاين كلشي، كاين لي كوماج، كاين لي كريم، كاين كلشي يعني ماشي ضروري. سو غادي ندي معايا هاد السويك هذا منو حمام، منو ما بينش حمام نقدر نخرج به. وحاولت نلبس لبسات اللي غنلبس اليوم كاملين فيهم نواغ باش يجي ماشي. دونك يا ليتس جو. قال لكم بلان تخربق، انا قبيله فاش فقت نط وجدت الفطور فطرت، واحد شي يقول لي دماغي عاوتاني بدلت ديكور ديال البيت. انا هاد البيت قاعد بالعاده كل 15 يوم كنبدلو، ما كنقدرش انا ماشي دلت لي عزيز عليا نبقاو في نفس نفس الديكور. عزيز عليا دايما هكا، واخا نكون نعسه هكا نقلبها ولا نبدل شي حاجه كنحس براسي شي حاجه وقعت تغير. سو انا جبت المرايه ديك الطويله حطيتها هنايا، لا بلونط هذه كانت اللي هي جبت ديك حزه، هاد ديك حزه اللعيبه اللي كدير فيها الميكاب حطيتها غير الشهر. المهم قلبت البيت كامل الصباح مع شي 8 الصباح، ولا مع 8 الصباح براسها تلقاني قالوا شت سكنتي. المهم دابا كيف ما قلت لكم انا غادا الحمام. سو نحاول نخيط باغي الشعر ديالي. دائما شعري فاش كنبغي لا كانت فيه شي قشره كانت فيه شي حاجه، المهم سي بيان. تقدر ما تكونش القشره كتبان لكم، تقدر تكون داك اللي كتكون في الفون. دونك انا فما كنكون غادي نمشي نتهلا في راسي وغنغسل مزيان كان نوريكم كيف كندير الشعر. نقرب الكاميرا كنبقى ندير بحال هكا كنفقح خبش شي حاجه، كنخ بحال هادي مشطاد القرن ولا شي حاجه، وكنبقى كندير هاد الحركات بحال هكا باش الدوره الدمويه ديال راسي تتحرك. اي او ميم طون باش غادي ندير واحد لو سوان، وانت غندير هذا هاد لوسيون هذا ديال كير فاكتور، ديجا راكم كتعرفوه. غادي نشقق به الشعر ديالي باش على ما نجي فين نوصل الحمام ونغسل يكون يكون دار من هذا. هذه قرعه جديده كنقول مالو بغاش يخدم، هذه القرعه جديده باش يكون دار المفعول ديالو. دونك انا غنشق بها راسي دابا. شكون البيت كنت هم عرفتي شنو؟ شوفي مع 6 الصباح شافوا البيت شكل، دابا هادي راه 10 شافوا شكل. امتى قلبت والله اعلم ما دخلت بقيت كتشوف ما شاء الله عليهم. نخدم هنايا دابا، انا ما عنديش غير مول الوقت لا مقلصه كان هذا
ليا هاد القدامي صنع. نحاول نحركو هكا الدورة الدموية شويش. عاد نديرو لي ماسك هنايا ونلوي شعري ونجمعو بيد ما حكيتو داكشي وصافي. هذا ما كده بغي نمشي نلبس عليا شي حاجة اللي غادي نخرج بيها من الدار هكا شي حاجة مبغيش شي حاجة ثقيلة ونشوف شي حاجة خفيفة. أصلا دابا الصيف فات دونك غنلبس شي حاجة شي كومبين غالبا كومبين ولا غيفكها ونشوف شنو غادي نلبس في الريفيس ديالي وسط الطريق إن شاء الله. أنا غادي نمشي للحمام غادي نخدم فوق تبيتي وخملته في 6 ديال الصباح الحداد يا بنت يا الراجل ممكن شوفوا شي بنت كدير تخرج بشهر الحداد قلت لي قولوا الحداد يا بنت يا الراجل دابا الحداد يا بنت. المهم يا زامي انا قلت هادشي كامل قلت لك وقلت انا بخير جابت البنايه جوع الصباح باش تبان عليهم ربما ماشي وحي حد يبان لي ايوا باز باز ويا الله ما بكم حشمت الله تقف الكاميرا مبينك هكا مبينين لا بغيتي ديري الجوال ديريها تسوق انا شربت وين باي ذا واي وين ديري بعدا خصكي اللي انا شربت مولا في الدار خصك تنوضي تعتبي على كتافك وتنوضي توجدي شي حاجه للخدامه يا ولدي رجلي صافي عندي الروماتيزم ما بقاش كنقدر نتكلم صافي عرفتي شنو جات ورثتني في البيت دخلت اولا هذاك تبينيات انبينك انبين باش تعرف الحقيقه لماما امك حمقى صافي عجبتها من الدار. المهم لي زعما غادي تسطيني شنو كنت بغيت نقول عباد الله انا المتابعين ديالها هي اللي عاد تسطيني خرجت وجيبت لي الراس قبل الوقت انا نبارك تصبري قلت لكم ولديني ما قلتلكش ولديني ما تحبيش انا من الجدة من الهردان امينتي. المهم لي زعما ما غتخلينيش نهضر شنو سكتي يلا عيط له عيط شوفي دابا ما خليني نقول لهم لي زعما نشكر راني خارجه لبست عليا غير هادي في البينك هكا والجين ونمشي نشوف ايناس برديله غنخرجهم من الطريق حيت لا بقيت قبل ماما ما غنساليوش انا وياها. وهذا ما كان صورنا نوريكم فين جا الصالون كلشي 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 اون دي أصدقائي لقيتهم شوفوا 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 هاد الرمشة هابطة خاصها تزول بالوجه بحال شي بحال دايرة الأيلاينر. المهم غنحاول دابا ندير البيديكور باش ملي نطلع الفوق ندير الحمام مورا ماساج ما نمشيش نهبط لتحت ندير شي حاجة باش نبقى الفوق وصافي شوية ندير لكم دويرة في الصالون شوفوا ديجا ثالث فيديو غنبغي نوريكم كيفاش رجلاتي جاو ويدي غنخليها تخرج من الحمام ايوا صافي انا شويه شو نطلع نصور لكم ونروح شوفوا واش درت في شعري كي جاتكم هاد العجبه. هاي بون لي زعما لقيتوني صافي طلعت بحالاتي دابا غتشوفوا ما تديفش على هاد العين لحقاش داك الرمشه من جليا بحال هكا راه صباطني ما كرهتش الزول ما كرهتش الزول. بون انا دابا لقيتوني في الحمام باش غادي ندير حمام رويال باش نتفرج على الصباصي الاميره ديال الصغرى كاملين كاملين خصنا جبت طلعت الشويكيس ديالي البنيسه راه كتقاد البلاصه ديال كدير لي بارفان لي باش باش نخرج نشم حاجه مينو وابخي نمشي نغسل فوالا انا قلت لي نخرج من الحمام الصراحه ناضي هادشي ناضي كان ناضي فوالا انا قلت دابا كنرتاح شويه على ما ندخل لبلاصه الماساج مع الاولياء الماساج شعري
ايوا تنكشو اللي حنا غادي دابا نقادو. ناخذ هذا. لا عارفك كيوت. هنا لي زامي كنت مشيت للمغازان ديال لينا اكدور لينا كوليكشن، ضربت طليلاش شنو جابت في المغازان ديالها اللي كاين بورج فاس، لا كوليكسيون ديال الكوزميتيك ديالها اوسي. لا المهم دايره دزت لعندها لو سونتر نشوف شنو في المغازان بلوتو، نشوف شنو جابو من لي نوفوتي. بغيتو اون كولور، بغيت كولينتينا فامي اكلان فاتوا جاب لكم جديد هاد السيروم. ها هو هاد الشميعات، وانا خديت هاد ديال السيترون. شوفوا لي زامي، شوفوا عطاونا رد لنا الصرف. شوفوا شنو عطاونا. شد جدريه هاد الوحيده كتشخشق. فينا الزين؟ هاي لاباس الزين؟ صافا بخير. لا ما كنبينكش. انا ولا انا كل حاكمين عليا بالاعدام. كون صمت اجر بعدا شي كون صمت كون مت في الصالون مت كون مشيت شهيده. الحمام زاد دار لك الجوع في راسك وزندوع عاوتاني طايب واحد الوقيته بتطفي اختي. انا عندي الحساسيه ما كنقدرش نهائي، زندات لدرجه انا جاتني الدوخه قلت لها غير طفيه حلي داك الباب وجيب لي الماء. دارت سخن قبل ما ندخل ودخلت لقيت زند. دونا قصنا كلينا شويه شعرتي كان فينا موت جوع. انا اليوم نهار كامل ما كليت حتى شي حاجه من الفطور سو يلا حس بس رديت شويه النفس. هو باي ذا واي غنوريكم شو صايبت سنينات، مشيت بحال الا درت لهم غير شكون كيسميوها كونترول، ولكن فاش مشيت ندير كونترول قال لي ان خصني دابا 20 يوم 25 يوم وماكسيموم نرجع لعندو حتى غيزول لي كلشي وغيدير لي واحد لي فاصل اخرين غيديرهم من فوق لتحت. يلا حطو راه بدل لهم ليا، راه بدل ليا هادي وبدل ليا هادي وبدل ليا حدا لهنا داخل، حيت كانت هادي دابا عام باش درتهم ديكو كنت كناكل وتهرسوا ليا قلت لهم لي. ولكن دابا غادي ولي رجع دابا غالبا دابا 25 يوم محال 20 يوم محالش مشي عندو 25 يوم. وعطاني واحد خصني ندير شنو كيقولوا له واحد لونتي بيوتيك بندوبوش. اييه وبندوبوش بيان سور. انا ما غنشريهمش فلوسي غنصبو عدا نسيش فيه بابا اختي انا راني فقيره. خلاص نوريهم شنو خديتي انا وشنو خديت انا. ندير معكم الانبوكسين. المهم هنا راه بزاف ديال البرودوي. هذا خداتو ابتسام بيافين. فاش كديري يدي يدي رجلي انا كنعرف بيافين ديال الحراق. لا لا كريم سولير انا كنديرو غير يديا وكريم سولير نيت وهذا ورجلي والعنقي كريم سولير. قصيني الله يعطيك العافيه هذيك اللخطه مش مش مهم زعما ندور شويه ليك فيليت هو غير شويه مره طلع عليهم ضحكي. هو زوين صراحه بلا زوين غير انا كندير خديتيه قالت لي 140 140 ولا ممكن كيدير شي 100 زون دابا زادو فيه هنا خطا علينا اكله. ولكن لا والله كتحسوا بحال كديروا كخام ماشي اكخام. ولكن صافي انا ما فهمتش هذيك بزد هذيك شوف الله ما يضيع يا 40 درهم نضيعوه حرام. ايوا اش كتعاودي دابا شحال خسرتي هاد النهار بلا كذا ماشي بزاف سيري في الحرام. انا داكشي اللي خديت انا كامل ما خديت والو خديت ديك البيج اش بدي بعدا خدات عاوتاني هنايا هذا شنو هو وما كان هذاك خمس ولا غادي واش الدهندات ها هذا بلوجي هذا ديال هذا ماشي ديالي هذا بيو داغما ديال عاد هاد لاكا كنبينوش هادشي لا
زوين زوين اكرون لا هذا جاي نتوالي وخدات هذا لا غير بوكس عرفتي كتقول لي دخلي سولي كنقول لها شسميت لا مارك وانا خديت من كارفور هاد الشميعات عرفتي هادي فيها ريحه ديال الحامض واعره نادي حتى شي وحدين في حياتي كاملين وخديت بازلين بازلين هاد بازلين انا اختي كنقيلو نضربو عليه في الدار تقول لي تامر انت عندناش باش نشريو بازلين ديال 16 درهم كبيره حنا كنضربو عليه وخدات هي هذا كان سميوه دي ماكيو دي ماكيو يزيلوا المكياج ينظفوا يعيدوا اشراقتها شي هذا كنت كاين هذا غير خذوا عينيكم غامضين دابا تخيلوا نحلوا الخويله في الارض قلت لك تقدري ايش ايوا صافي هادو هما المشتريات ديالي ديالنا الاصدقاء وانا خوتي راني كليت هاد الماكلوش ديال الحريق ما قدنيش ديال الحريق لا انا صافي غدا في خسران لا نسيا لا انا عاوتاني نحيا علاش ايوا هانتوما انا راني مازال عند التحدي ديالي انا راني نهار كامل انا فايقه وكي كنعست صراحه نعست واحد نص ساعه في المساج عرفتي هكا كي دارت لي البنت هكا كرهتها كيفاش ديري ليا هكا انا راني في سبع نوما وهي كدير ليا هكا المهم انا زعما دابا وقت هنا جالسين في ماكلة واحدة صراحة فيها طبيعة زريبة نمشي موراها الدار و لا بغي نقول لكم نخليكم ونضرب لكم ان شاء الله في الفيديو الجاية I love you all guys